عايزه اقول لحضرتك ان احنا ده ليه تاثيرات ايجابيه فوق يمكن ما احنا مستوعبين، يمكن لو بصينا لها من ناحيه اقتصاديه هنتفاجئ ان جزء كبير من المشكله اللي بنمر بيها والازمه الموجوده في مصر مثلا ازمه العمله، ان احنا بنضغط على الاستيراد. النهارده لما نوفر علينا ونبتدي نستخدم منتجات محليه بمواد خام محليه ده هيوفر العمله لحاجات تانية. خليني اقول لحضرتك هيشغل ناس عماله، وده يمكن اللي ابتدينا نلاحظه ان في كتير من المطاعم وكتير من المصانع ابتدت تطلب موظفين، فابتدينا نشوف نوع من الايجابيه والرواق في الاقتصاد. بالظبط، مصادر دخل. بالظبط، فرص عمل، مصادر دخل. ابتدينا نشوف الشباب بيبقى عندهم متشجعين ان هم يفتحوا مشاريع. النهارده الدوله كان ناس كتيره قوي مش عندهاش وعي ان الدوله المصريه بتقدم مبادرات لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه. في توجيهات من سياده الرئيس على مدار السنوات الماضيه للبنك المركزي، والبنك المركزي بيوفر تمويل لهذه المشاريع بفايده مخفضه جدا، ولكن للاسف ما كانش بيتم الاستفادة منها. نتيجة كان في زي ما بنقول كده نوع من الإحباط. كان بيقول لك إن المنتج المستورد مغرق السوق، كان في خوف من المنافسة، كان ممكن أي حد يبقى نفسه يفتح مشروع بإيد مصرية بمنتج بخامات مصرية يقول لك طب ما أنا المنافسة وإقبال المشتري على المستورد ممكن يضرني.